Étudiante à l'université Ebentofeld, la faculté des sciences économiques en troisième année. Où l'ium imaginant par au bdem, ma casse ta pomme bdem, ma dina te connaît terra. Où quand j'ai les balles, les zouines bdem, où ma crache bli, canes ou au bel aham mia d'il had le mot ou ahada, oui, cher comme anna ta homa, oui, tu par au bdem diano, et je serai à amalia, ma gâteau de mena, tachim, je vous dis ou akbir, ou la chihagilia, média. Donc je vous invite tous, parce que j'ai eu tant de choses. اليوم احنا في مركز تحقن الدم اللي كاين في القنيطره قرب سبيطار الغابه. جينا كاملين باش نتبرعوا بالدم. جينا سو لو كادر ديال لا كومباني اللي منظمها لو بيغو دي ستوديون ولا مكتب الطلبه ديال لا فاكولتي ديكونومي جيستيون القنيطره. جينا باش نعاونوا الناس اللي محتاجين. جينا كاملين باش نتعاونوا باش نوجهوا رساله لكاع الناس اللي غادي يقدروا يشوفونا احنا هنا في لو سونتر ولا حدا سبيطار ولا في لافاك ولا اترافير لي ريزو سوسيو يشوفونا وحتى هما يتشجعوا اكثر باش انهم يتبرعوا بالدم حيت فريمون كاين خصاص كبير. وفاش جينا كنشوفوا الناس كنلقاهم كيتسناو زعما شي واحد اللي يجي باش يتبرع بالدم وكيقول لك قول هاد السميه قول هاد السميه لو كو هادشي ما خصوش يكون. خصنا نجيو نتبرعوا ديما الناس اللي بغاو اللي زعما خاصهم الدم خصهم يجيو يلقاوه ديسپونيبل بوغ توجور باش على هاد الغايه ولا بوغ سيت ريزون خاصنا ديما نجيو ماشي با سبيسيالمون هاد لا سيمين ولا هاد النهار ديما خاصنا ديما اللي لقى راسو قادر انه يتبرع يجي يتبرع ان شاء الله. وشكرا بزاف كنشكروا لو بيغو دو زيتيديون اللي عطانا هذه الفرصه باش اننا نجيو كاملين مجموعين نشجعوا بعضياتنا ونتبرعوا بالدم ديالنا. باش عرفت ليكسبيريونس واحد كلوب بدا في لافاك كانوا دايرين شفت لاباج ديالهم حاطين بانهم دايرين غيمشيو يتبرعوا بالدم مزال في الجو كيف قلت علاش انا شي حاجه زوينه اللي ما غنمشيش نديرها كي جات ليكسبيريونس انت ما كتشوفوني اول مره. وكنقول بان اي واحد يقدر يدير شي حاجه زوينه ومحتاجينها الناس يديرها. لهذا كنقول الناس كاملين اللي يقدروا يعطيو والناس محتاجين يعطيو. شنو كنتي كره بان كيتبرع دابخي كلوب بي دي او صافي كان واحد لانونس باش نجيو نتبرعوا بالدم باش نعاونوا الناس اللي عندهم بوزوان ديال الدم ديالنا صراحه وبون اكسبيريونس صراحه. وكنصح الناس كاملين يجيو يتبرعوا بالدم باش نعاونوا الماكسيموم الناس اللي محتاجين له. زوينه ماشي اول مره غادي نتبرع بالدم ولكن كل ما كنتبرع بالدم كيعجبني الحال وكنصح اي واحد ياخذ شويه من وقته باش يعتقش روحه. نتبرع بالدم كنسمع بزاف انا بما انك يعني مخصص بزاف الدم ونتمنى يكون انا التبرع اللي تبرعت يكون سبب انا عاونت شي ناس اخرين. وكنصح اي واحد يتبرع بالدم يقدر ينقذ شي واحد اخر لانه محتاج. Alors pour le BDE, c'est un groupe créé par les étudiants de la faculté d'économie et de gestion de l'État. Au fait, ils ont des clubs. Et parmi les clubs, il y a le club Good Citizens. Le club Good Citizens a donné l'initiative pour nous faire deux journées pour que les gens puissent faire des leçons. D'abord, je remercie les étudiants du BDE, la faculté d'économie, à l'aide de mon père. يعني المحموده اللي قاموا بها اليوم يعني جاوا يعني ديبلاصاو حتى عندنا المركز يعني تقريبا 50 طالب من اجل التبرع بالدم من اجل انقاذ المرضى المحتاجين لهذه الماده الحيويه. التبرع بالدم اي واحد يقدر يتبرع بالدم اذا كان العمر ديالو كيتجاوز 18 سنه والوزن ديالو كيفوت 50 كيلو. قبل ما يتبرع بالدم المتبرع يعني كيكون الليطاب الاولى يعني كيشوف الطبيب وكيكشف عليه وكيحط عليه واحد المجموعه ديال الاسئله باش كيشوف ياك ما عنده شي موانع ديال التبرع بالدم حتى كيكون ما كاين حتى شي مانع كياخذ لي طونسيون ديالو كياخذ لي الوازن الى اخره. ومن بعد ملي كيكون ما عنده حتى شي مشكل عاد كيدخل للقاعه ديال التبرع بالدم اللي كيكون تما كياخذوه لي زانفيرميير بيان سور اون شارج وكيتبرع بالدم بكميه يعني عاديه.
من بعد واحد ربع ايام ولا خمس ايام كيكون التحاليل ديال هاد الناس اللي تبرعوا بالدم موجودين، منهم الفصيله ديال الدم، مرض الكبد بي والسي والايدز يعني السيدا، لا سيفيليس النوار. دونك هاد المجموعه ديال التحاليل كيستافد منها المتبرع يعني بطريقه غير انديريكت. والرساله اللي بغيت نوجهها انا اليوم هي ان كنتمنى الجمعيات اللي كاينه في قنيطره والمجتمع المدني باش يتوجه يعني بطريقه يعني ريغولير يجي يتبرع بالدم، لان كاين خصاص كبير في هذه الماده هذه. ومع الاسف كنلاحظوا بان العدد اللي كيتوجه للمركز تحقن الدم قنيطره قليل بالنسبه للطلبات ديال الدم، واخص في الايام ديال الاعياد والصيف، هذوك الاوقات اللي كيكون فيها كتكون شويه صعيبه، رمضان كيقرب رمضان الى اخره. كنتمنوا باش يكون واحد الاقبال من اجل انقاذ ارواح المرضى.